بسم الله الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كوحة وكسابسين يهي حرمات كددك مسلمين تاهي أي ليهين شرفت إلهي أكتس أي كليهين يددك مسلمين تاهي سيدا يسكوغونا حريصان يعني سيدا يسكوغود الدبع سيهين الدنيا دمركا يكونوا ليهين آخرنا إلهي سبحانه وتعالى وأوالنا أيوه قفك ددك مسلمين تاه حقو ذا إيوه حقوق ذو ذا إلى عليا. قال له تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لا يحل الله سبحانه وتعالى قفك الدله قف أن وحبدلين أما أرلد فسهادية وحكد جيه هاي مد أمضي أردن قماضي قفك النوليانة وحكد جيه هاي مد أمضي أردن نولي. أنا مركض قف مسلم الدلم كدشو واحد كده جنت يا ذون مد برهيبين قف مسلم هداد سبب النقطه بتبادي سنة واحد كده جنت يا ذيق أمضي أردن بتبادي. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى يحرم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. تصالح مؤمنك ومؤمنك كلا أيهاي واسيدا إس أو كلا برببرك كلا أو أتكين أيه وشبك بين أصابعه ورسولك استحق لي فريسة متفق عليه سيدا فروه سيدا إسكو أتكين يا مركل استحق لي يساسو كلا إسكو يهين إس أو كلا ومد وليبا مدك كلا أو أتكين أيه وحتر أيه. وعن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلك إلى يحد مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عض تداعى له صائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. تصالها مؤمنين ته سيدا يسكونا حريصان ايان يسيدا يسكونا دبع سيهين واسيدا تشركليا هذا يحبين حانون سطوه تكالوح اللو ذاقسا سوچيد يحمد اي اللو ذاقسا. معناها تصالها مؤمنين توحوي سيدا يسكونا حريصان ايان مركض ايكتو سيدا يسكونا دبع سيهين سيدا مذواليبا ملتكا كالي ووقيا هاي واسيدا تشير او كالوي هذا يحبين حانون سطوه تكالوح اللو ذاقسا حمد يسو جيد وهذا فريرادوك حنون تعاوردن انت كلا جيركا اغوكنا وكلا حمد با ساقيسة يهرد الان ساسوكلا لدنا وسي مؤمنين تو اهان جيرتي وي مرك مؤمنين تو ايهايين مؤمنين دبا سياسي اهان جيرين اما كا امدن ان كلا نحينين اي مديبا مد ريب ايو ومسلمين تا امك اخر السبن كي مسلمين تي هوري يسلف صالح سيدا ورسولك تلمامي عليه الصلاة والسلام اي ايهايين كوا اسجعل كوا اسكود بعسن كوا جيروكلا اسكوا كوا مد مرك dibaat soo gaadho dhamaan inta kala odan ay saaqayso oo ka wada damqanaya ayaa hayn. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. كان أنضتك أن حريصا لا يرحمه الله إلى هي أمن حريسته قفك أنضتك أن حريصا إلى هنا أمن حريسته وأن حريص لاوي مر هدي قفك أن ضتك أن حين أو أن أن حريصين. وعن أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحول إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. هدوم متكين يهي إمام دتك تكين يا صلاة ها وصفض ذيو أو خفيفيو فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير. محايا لو حيث كترك ضعيف كها يكي حنسني يكي وينا. وإذا صلى أحدكم لنفسي هدوم متكلي تكين يو فليطول ما شاء سيطانها وديريو. متفق عليه. وفي رواية وحيهد وذا الحاجة يكي باهذا أصحبكها وصلاة دي فرالكاهد أيال الليها إمامك يانو كود ديرين تدك الصلاة ده مركو جمعتو كينيو. محايلة وحا كتراكي طعيفكها وحا كتراكي حنوسني وحا كتراكي وينا يكي مراد كلها هاي الدقدقعي مركا الصلاة دي با لغحض ليا واجبكاهد با لليها كود ديرين لباتك لو أقارسينا هذا الكيب الده وسيادتك سكوكونا حريصانا ينوي إلا دون أي قف ولبا قفك كلا إنو أقادو لدون أيوي ما عددك كود دبتو كان إياه وإن أتكور هاي ساوي سردان ليرادة مركا أي سلاة دتوكين إياه ددك سورة دهار ديرون سكاقبسان إياه إن كباور هاي إنبا أمد كود دبتو كان إياه مد أن تاقنان كرين با كود دبتو كان إياه أو مد وحا كود دبتو كان إياه دق دق إياه إسكبا هوله سيسك قبسن لها مد وين يم مد حنون صنيع نوع ولبوي كدبت كنيا نواين الضتكة ونحرستوي
حديث ورينيو أبا هريرة نبقى عليه الصلاة والسلام أو مسلمنا وصوصار لا تحاسدوا حيث حاسدين ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا حيث حاسدين أو حيث تشاكوصين أو حيث كعرونين أو حيث كدبتشيدين وأفرطا إنو كدام مالا نحبوي لا تحاسدوا حيث حاسدين بالله وقفوا البوحي إلهي سبحانه وتعالى أسيين معاه وهنيه وهكو حاسدين لا تناجشوا حيث كأريين إيبك ولا تباغضوا حيث كعرونين ولا تدابروا هسكد بتشيدنا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض بركيو إبسن متكلا بيع إبسن له وكونوا عباد الله إخوانا الضمدي إلهي ولا لا هذا المسلم أخو المسلم قفكم مسلم ككلام مسلم كأول الكيوي لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ما الظلميه ما حقره منهوتيه معناه وحويان يظلمين أو يحقرن أو يهوتنوي التقوى ها هنا الله كعبسك وهل كاس النبي عليه الصلاة والسلام ويشير إلى صدري ثلاث مرات صدح شرب لابتيس أي تلمامي بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم قفك واحد دنبي بأوقفلا إنه ولالكيس مسلم كأحقره كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه قفك مسلم كلام مسلم كأوحى كحرامة ليجي سوحق ضرق الضاديو مالكي سوحق ضرق وقاته شرفتي سوء مالك قردعوه حديث كهاتين كردق ملاحين وينو ليبان لهين حلين النبي عليه الصلاة والسلام أرمهن إسكو كان ديريا معناه إنا نسكنعنا كينيا إنا نستلنا نكالتشيتسنا كينيا أيو نود ديريا حيث حاسدين أو هيسكو أرينا بيعا إيبك أو هيسكو عرونينا أو هيسكو دبتشيدينينا ومدنا متك كلاوحو إيبسان أيو إيبسانينو إسكو أريق إسكو داية الدومد إلهي ولا على هذا وإنت اللي نوغو تاق لايوين نولو واناكسو كنو ولا ضدد ولا على أهمد والبامدك كلا نبت قليا هذا قفك مسلم ككلا مسلم كأول ألكي وي يانو الظلمين أو يانو حقرين أو يانو هوچنين تد ولا لاهو إسبت باديو إستاغيرو إسكالميين أهذا الله كعبس جوا هل كان لاب تبنيه عليه الصلاة والسلام صدح شربو تلمام قفنا وحشر وقف لين ولا الكيس مسلم كحقره أو يريستو ويرى هذا قول كيس يفعل كيس وحك سوقات ماله قفك مسلم ككلام مسلم كأوحى كحرامة لي كيس يمال كيس يشرفتيس وانت اللي قدم ما لا يوي إلا سود الدليو إلا سود الدعيو إلا سود عايو إلا سود أفلق الدينيو إيه الدنيا أخرى ولا يسكو سياقي ولين نبقى عليه الصلاة والسلام تدول على هذا أو استعلا هذا أو نول ونكسن كنا ولاد أو ده إثبات بادي أبو لين نبقى عليه الصلاة والسلام تحسين الدنيا آخرة أي نكبت بادينا حتى نقادنا أمر كه رسولك عليه الصلاة والسلام إذكر أنا سورين أيو حلين نبقى عليه الصلاة والسلام أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ولالك أقرقر هدي أقردرن يهي يهلي هدي لك أقردرن يهيبا فقال رجل بقى يا رسول الله انصره إذا كان مظلوما أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره كرنا هدي ويهي مثل الدلمي أوان أقرقارنا هدي يسوق الظالم يهي سيدان أقرقارنا نبي حر عليه الصلاة والسلام تحجسه أو تمنعه وحد كتشوشنسا وآدو الديديسا من الظلم ظلم قادو الديديسا فإن ذلك نصره كاسا نصر قيسا يقرقار قيسا رواه مسلم وحلي النبي عليه الصلاة والسلام ولالكا و غرغار هدي و وحد الميه يه هدي لا ظلميه يبا تبيدنا نين با استاغ رسول الله هدو يهي مد لا ظلميه انصره اذا كان مظلوما هدي لا ظلميه و نو غرغاريناي ارايت ان كان مظلوما كيف انصره تي هدو اسق بيد عالمي هي سي نو غرغارنا وحي عاده ولهان جيرن عربته ولالكا غر يي غردربا او غرغار وسي الصوماليدون دقنكا ولا هيدوي كرب تاغنو مر ولبا هدي لا ظلميه يه هدو وحد الميه يبا كرب تاغنو waa dhaqankoodi baahay dabeedna tiibey la yaabeen rasuul allah seen ugu gargaarna haduu isagu wax dulmiyo dabeedna nabigu wuxuu waxaad ka joojinaysaa dulmiga oo aad u diideysaa kaasa nasri u ah nasri iyo gargaar waxa uu ah walaalka markuu wax dulmiyo inaad ka joojiso laakiin inaad garab gasho iyo inaad dulmiga ku caawiso isagina waad halaagaysaa adiguna waad halaagsamaysaa marka walaalayaal waxa loo baahan yahay in dadka muslimiinta ay noqdaan dad isjecel oo walaal ah oo nabadgelyo iyo walaalnimo كوه ذا النور ومد والبا مدك كلا حق أولي هاي كصوبحة قف والبا حق بولي هاي حق إيه حقوق بين سكوه ذا اللي ناي وحلا دون يقف والبا حق وقفك مسلم كاهي اللي هاي إنو كصوبح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض وإتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميط العاطس متفق عليه وحيد نبقى عليه الصلاة والسلام حقه وكله هاي قفك مسلم ككلام مسلم كأوحى ويشن سلامت أو كعلي مركو سلامه إنه صاب وغضب مركو حنوصده إنه مركو ودنتش أنا سدي سراعه إن هدي ويا روح
oo duca iyo casuumadii wax lamida ugu yeedho inuu aqbalo inuu u duceeyo haddii uu hindhiso alxamdulilah uu yidhaahdo. Waa xuquuqda ay isku leeyihiin dadka muslimiinta ahi wey. Haddii qof waliba xaqa walaalkii uu ku leeyahay uu ka soo baxo, dadka muslimiintii way nabadgelayaan, waanay badbaadayaan adduunye iyo aakhiraba, nolol wanaagsanna way ku noolaanayaan. Laakiin hadduu midba midka kale uu reebo, mid waliba midka kale xaqiisa uu dulmiyo, waxay noqonayaan adduunyadana kuwo silic ku nool, aakhirana cadaab iyo ciqaab. Waa sida maanta muslimiintu ay yihiin weeye. Qof waliba qof buu reebaya iminka maanta. Meel kastoo dad muslimiinihi ay joogaan waa adiga arkay dabka ka horaya. Iyagunbaa la isku diray, iyagunbaa isku maadaya, iyagunbaa gam iska siinaya. Xaqiisa siiyaan iska daayo, mid waliba midka kale ayuu xaqiisii ayuu dulmiyaya. Marka taasina waxa weeye waa adduunye iyo aakhira, waa seeg weeyaan. Marka walaalayaal, xaqa iyo xuquuqa aynu isku leenahay aynu ilaalinno. Qof waliba qofka kale walaalkiisa xaqiisa iyo xuquuqdiisa ha ilaaliyo, wixii dulmiya iyo wixii dhibaato ana ha ka daayo. Ilaahayna sida xaqahina waafajo. Wabillaahi tawfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.